اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وزي ما عودنا حضراتكم دايما هي الفقره الثابته لدينا في برنامج هذا الصباح، وهي فقره صاحبه الجلاله او الوقفه الصحفيه، ودايما بنشوف فيها ابرز ما طلعتنا به الصحف المصريه. يمكن الاخبار بتتركز في شقين رئيسيين النهارده موجودين عندنا، شق بيخص زياره الببلاوي للسعوديه، والشق الاخر بيتكلم عن محاكمه مرسي بشكل كبير جدا في قصر للتحديد، احداث قصر للتحديد. النهارده الجلسه ان شاء الله في جلسه بتحتوي على الضباط اللي كانوا موجودين ايام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي في قصر التحديه، وكانوا مسؤولين عن تامين هذا القصر. هنشوفها ان شاء الله مع ضيفنا الكريم الاستاذ عصام الكاشف، مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط ومدير المكتب السابق في اليمن. صباح الخير يا استاذ عصام، مشرفنا يا فندم، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا استاذ عصام، وخلينا يمكن نبتدي زي ما قال عمرو، محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي تحديدا في قضيه قصر الاتحاديه. النهارده هنسمع لشهود ربما اكيد هيشكل نقطه تحول هامه جدا في القضيه. خلينا نبدا مع جريده المصري اليوم. المصري اليوم بتقول النهارده قاده الحرس الجمهوري شهود إثبات ضد مرسي، المحامي المنتدب بيمثل المعزول في محاكمة الاتحادية بعد غياب العوى والضماطي، ولجنة ثلاثية لفحص مقاطع الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا لازم نتفق جميعا ان المحاكمة في حد ذاتها اول يوم بيعد نقطة انطلاق وحجر عثرة أمام القضاء المصري، لأن احنا كلنا متوقعين أن الشهادة هتكون ضد مرسي، ولكن قد نفاجأ بما هو يسبب تعويق للمحاكمة بشكل ما. وده في الشهادات قصد حضرتك؟ في الشهادة، لأن المحامين بيعتمدوا دائما على استقراء الشهادة ودايما الجلوس مكان الخصم، ويبتدي يفند في الشهاده ويبحث عن الثغرات اللي ينفذ منها لنجاه مرسي. الا ان كل اللي بيحدث ده انا بعتبره ان ظاهره طيبه جدا، لانها فضحت نظام الاخوان امام الراي العام العالمي والمحلي، واظهرت مدى البغض ومدى الممارسات البغيضه التي كانت تنتهجها جماعه الاخوان عندما تصدرت الحكم في مصر، وهيمتد ده هينعكس للدول العربيه الاخرى في دول الربيع العربي، واخطرها طبعا هي اليمن اللي لسه لحد دلوقتي الاخوان ما وصلوش الى سده الحكم فيها. طيب نتكلم برضو استاذ عصام عن الشكل من المحاكمه. يمكن المحاكمه اتاجلت امبارح بالامس عشان يكون في تفريغ للشرائط من قبل المختصين من هيئه الاذاعه والتلفزيون، عشان يشوفوا اللجنه المختصه تشوف الاشياء اللي قدمتها النيابه او الاستدهات والدلائل اللي قدمتها النيابه بشكل اكثر تفصيلا او بشكل عملي. لكن حضرتك بتقول ان ربما تتفند من قبل النهارده من قبل الضباط، لكن ده واقعا او عمليا هيكون صعب شويه، ان الموضوع مدان صوت وصوره. نعم. زي ما بيقول يعني. نعم. الادله قاطعه ودامغه، وربما يكون هناك في شهود عيان عليه ان هم الرئيس المعزول وقفهم عن ممارسه دورهم اثناء احداث الاتحاديه يوم 4 ديسمبر اللي فات. وده زي ما حضرتك قلت كده هتبقى يعني الفاصل بين المحاكمه السابقه للرئيس السابق الاسبق محمد حسني مبارك والرئيس محمد مرسي. لان جميع الادله والسيديهات اللي كانت مفروض انها تقدم لادانه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك تم اعدامها وتم افسادها. انما هنا في ادله موجوده. المرحله اللي جايه بقى الاخوان المسلمين والعناصر القضائيه والعناصر اللي بتفكر ازاي تخرج الرئيس مرسي او جماعه الاخوان بالاحرى من هذا المازق القضائي الخطير، ازاي؟ هو ده اللي هتجيب عنه الساعات القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هي الفكره كمان هي كذا قضيه، هي مش قضيه واحده. احنا عندنا محاكمه، احنا عندنا قضيه الاتحاديه، وعندنا مجموعه من القضايا الاخرى، التخابر وما الى ذلك. يعني هي سلسله من القضايا هنستمر معاها لفتره ان شاء الله. طيب خلينا ننتقل الى جريده الاخبار، وخبر بيقول مصر تهدد بالتصعيد ضد قطر وتستدعي القائم بالاعمال، احتجاج رسمي للقائم باعمال السفير على تصريحات القرضاوي، والخارجيه بتقول نريد من قطر افعالا لا اقوالا وتسليم الهاربين. يعني نبرة في الآونة الأخيرة ارتفعت جدا من قبل هنا الخارجية المصرية. سفير بدر عبد العاطي كان ليه أيضا تصريحات أن صبر مصر قد نفذ، كان ليه تصريحات خاصة أيضا بالسفير المصري في قطر، وقال بالنص أنه هو هنا في أجازة مفتوحة.
انا اعرف يعني انا اعرف ان الخارجيه او الدبلوماسيه المصريه ليها عذرها دائما في انها ما بتاخدش قرار حاسم، ولكن السلطه المصريه ممثله في رئيس الدوله وممثله في المستشار العسكري والمستشار الامني في السفاره المصريه، ليه ما ياخدش الاجراء اللي يعني يكون نقطه استباقيه؟ الدور الثاني حضرتك قصدك على السفاره هناك؟ لسه برضه كنت اوضح حضرتك قصدك تقصد السفاره هناك، السفاره المصريه في المفروض قطر. ياخد ايه يا فندم يعني ونشوفه ممكن يعمل ايه؟ في اجراءات تحت رقبة السفير برضه من باب اولى، السفير ياخد ايه؟ الخارجيه تحت رقبة الخارجيه في اجراءات المفروض ان بيتم اتخاذها لمقاداه العناصر اللي هي بتتطاول على مصر. المفروض ان ده بيتم من خلال السفاره اللي موجوده على ارض دوله قطر. حتى الان احنا ما شفناش اي اجراء اتخذ حتى الان، وده انا بعتبر ان هو تخاذل، وتخاذل يتحسب ضد العناصر اللي موجوده سواء كانت عناصر امنيه او عناصر عسكريه او عناصر استخباراتيه موجوده على ارض قطر. وكلنا عارفين ان السفارات لابد ان تشمل في التشكيل بتاعها مثل هذه العناصر، بس اكيد اعتقد ان هم لازم بيتحركوا وفقا لسياسه الخارجيه، يعني لازم الرجوع على الخارجيه الحمراء كمان يعني واعتقد ان هم تم مخاطبه العديد من الجهات والانتربول لتسليم هو في الهاربين هناك. هو احنا دايما بنقول ايه؟ بنقول ان الدبلوماسيه المصريه والخارجيه ليها خط خاص بيها. طيب. اما الخط الامني ده المفروض ان في اجهزه معنيه بتقوم بهذا الدور، بس حضرتك لسه اصلا شايف ده خط امني؟ يعني انت حضرتك شايف من وجهه نظرك ده خط امني أكيد. ولا ده خط ده بيتعلق بالامن القومي المصري؟ ما هو ما احنا لو خدنا زي ما حضرتك بتقول خدنا الخط الامني ده يبقى احنا بنعادي زي ما بيقولوا دوله عربيه او نتخذ اجراءات تصعيديه عسكريه ضد الدوله العربيه. انت مش بتعادي، انت دلوقتي بتخضع لرد الفعل، ما بتخضعش للفعل. يعني انت مش فاعل، انت بتخضع لرد الفعل. كل الاداء بتاعك خلال الشهور الماضيه كله رد فعل، ما هواش فعل، انت ما قمتش باي فعل ولا تحرك من جانبك حتى الان، لا على الصعيد الدولي ولا على الصعيد المحلي. حتى الازهر يعني حتى الصعيد المحلي المفروض الازهر بيقوم بدور بانه بيرد على امثال القرضاوي وغيره من المدعين. مع الاسف الشديد هذا الدور غير موجود. ليه؟ دي علامه استفهام. هيئة كبار العلماء حتى الآن بتلتزم الصمت، ليه؟ طب وشايف إن فصل وما هيئة كبار العلماء ده مش رد مثلا عليه؟ لا 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 أو بعض التصريحات هيأثر عليه؟ إيه اللي هيأثر عليه؟ إيه الجديد اللي هيأثر عليه؟ لابد أن يقدم القرضاوي وأمثاله إلى المحاكمة. لابد أن يستخدم لابد إحنا طالبينه لابد أن يستخدم متى؟ إيه تاني؟ متى؟ أنت بتنتظر حتى يستفحل الأمر وبعد كده تقول إحنا بطالبين. طب رأي حضرتك المفروض إيه اللي المفروض إن الخطوة دي كانت تتعمل من أكتر من خمس ست سبع شهور. كان المفروض يستخدم القرضاوي ويقدم للمحاكمه زيه زي اي مصري، او تسقط عنه الجنسيه. لحد الان انت لم تسقط عنه الجنسيه المصريه. لماذا؟ هذا السؤال. الخارجيه المصريه لم تسقط عنه الجنسيه المصريه ليه؟ برغم ان حمله جنسيه مين؟ برغم ان حمله جنسيه ثانيه، رغم انه يحمل جنسيه اخرى. لماذا؟ ولمصلحه من؟ ويعني كيف نرتضي بان توجه الاهانات وتكال الاهانات بين الحين والاخر على هذا النحو ونلتزم الصمت؟ انا مش عايز اقول ان في دور للقوى الناعمه كان ينبغي ان هو يرد على دوله قطر والمخطط الصهيوني الامريكي علشان خاطر نقدر نواجه بشكل منهجي، لكن مع الاسف الشديد هم عدلوه دلوقتي بقى الصهيوني قطري. لا ما خرجش بعيد يعني هو يعني سلمه في هذا المخطط، قطر سلمه في هذا الخطر. طب هي الفكره بس يعني دلوقتي تم اسقاط الاخوان ونظام مرسي، تم يعني مصر مرت بالمرحله او تخطت خلاص المرحله الاولى من الاستحقاق الخاص بخريطه الطريق وهو اقرار الدستور، داخلين على انتخابات رئاسيه. رئاسيه نعم. لماذا هذا الدور القطري والاستمرار في سياسه العداوه؟ على فكره يعني مش بس مع مصر، كان في ايضا تصريحات للقرضاوي طالت دوله الامارات من كام يوم، كان اليوم برضو بيان شديد اللهجه واعتراض، يعني مشاكل مش بس مع مصر، مع كل دول الخليج. دول الخليج كلها. انا بشكرك جدا على سؤالك الذكي ده. معروف بديهيا انك انت كل ما تتقدمي خطوه للامام كل القوى المعادية ليكي بتحاول تعشق توقفك وترجعك يعني مش توقفك بس، دي هي عايزة ترجعك خطوتين ثلاثة كمان للوراء، يعني ترجعك للمربع صفر. لذلك أنا بقول إن علينا إن احنا نخطو
أكثر من خطوة للأمام، وبالتزامن معها وبالتوازي معها يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية لاستخدام القرضاوي وتقديمه للمحاكمة. مش مجرد الإسقاط فقط، لا، لابد أن يقدم هو ومعاونيه للمحاكمة. المشكلة مش بس ويلقى العقاب الرادع علشان خاطر يكون عبرة لمن لا يعتبر من امثله. هي المشكله مش بس في الشكل القرضاوي، يعني الحقيقه مجموعه عاصم عبد الماجد هناك، مجموعه من الهاربين، المنبر طبعا الاعلامي الخطير الخاص بقناه الجزيره، مجموعه من المشاكل. كل دول لابد ان يتم وضع سيناريو وسيناريو بديل لاستخدام هذه العناصر، سواء كان بشكل قانوني او بصيغه يتم بها الاتفاق دوليا لاستخدامهم وتقديمهم للمحاكمه حتى يتم ردعها. طيب استاذ، قبل بس نخرج للخبر اللي جاي بسرعه سريعا، كان في جلسه جمعت يمكن في السعوديه، جمعت ما بين الشيخ جابر احمد صباح امير دوله الكويت وفي السعوديه، وضموا ليها الشيخ تميم عشان يحطوا حد ليه وادوه تحت رد شديد اللهجه، ورغم ذلك لم يتم الاستجابه. لا، هو اتقال ان هو ادونا مهله، ادونا مهله ست شهور. ما لازم تتقال كده، لازم يتقال ان ادونا مهله علشان خاطر هم الست شهور دي فارق كبير جدا في تاريخ مصر. يا جماعه، انا بعتبر ان الرئيس عدلي منصور باللي عمله من اعاده رسم خارطه الطريق و تقديم الانتخابات الرئاسيه على النيابيه وتفريغ عدد من الدوائر القضائيه لحسم القضايا العالقه بالنسبه للاخوان واعوانهم، انا بعتبر ان ده انجاز كبير جدا جدا وخطوه داعمه للتنميه، وده المهم. احنا محتاجين التنميه، لان في المرحله اللي جايه مش الملف الامني فقط، لا، ده الملف الاقتصادي، ده الملف الاقتصادي يمكن اهم جدا، مهم جدا للمرحله دي. وانا شايف كمان في نقطه زنول يمكن كلكم تقولوا ان يعني دي مش وقتها، او رجال الاعمال وخبراء الاقتصاد ما فيش دور ليهم فاعل وطني تماما. انتوا شايفين ان الاسعار عماله ترتفع، واللي بيعاني المواطن. يمكن احنا دايما بنقول في الجزئيه دي راس المال جبان وبيبقى مستني استقرار الاوضاع بشكل عام. طب خلينا ننتقل من قطر الى السعوديه. جانب مشرق وايضا له علاقه مشرق في الصباح بتاع النهارده، وايضا له علاقه بالشق الاقتصادي من جريده الاهرام. منشط بيقول السعوديه نقف بكل قوتنا الى جوار مصر. وزير الاسكان بيقول المملكه تمول مشروعات بنيه اساسيه في الصعيد، وصحيفه سعوديه بتقول دعم مصر يعزز الأمن القومي للمنطقة. دولة خليجية، تصريحات مختلفة تماما. ده الرقم الصعب في المعادلة كلها، هو الأمن القومي للمنطقة. إذا أذنتي لي نبدأ من هنا، مش هنقول إن دعم مصر، لأن دعم مصر ده موقف مش جديد على المملكة العربية السعودية ولا على الدول الخليجية المخلصة إزاء مصر، ولكن الرقم الصعب في المعادلة كلها هو الأمن القومي للمنطقة. سقوط الأمن القومي المصري معناها سقوط للأمن القومي العربي كله والمنطقة كلها، وإن اللي هيحصل في مصر من تردي هينعكس بشكل سلبي وكبير جدا على المملكة العربية السعودية، وهي أكبر دولة عربية النظام فيها نظام وراثي، وهينعكس على دول الخليج قاطبة، كل دول الخليج، وهتبتدي زي ما بيقولوا السبحة تكر، وما نعرفش نحل المشاكل على النحو اللي يعني يعيد الامور الى نصابها الطبيعي. وفي برضه شق اقتصادي كان في الزياره، يعني زي ما قرينا المملكه بتمول مشروعات بنيه اساسيه في الصعيد متعلقه بالاسكان. شوفي، تلاحظي حاجه غريبه جدا، ان الملف الاقتصادي ما بيتكلمش عنه وزير الاقتصاد، ولا بيتكلم عنه وزير التعاون، ولا بيتكلم عنه اي حد تاني. اللي بيتكلم عنه هو الوزير النشيط في حكومه البدلاوي، المهندس محلب. وعلى فكره ملحوظ يعني المهندس محلب انا اعرفه من ايام ما كان نائب رئيس المقاولين العرب، وقد ايه الراجل ده نشيط ومخلص ووطني حقيقي. ده مش جديد، ده مش جديد عليه يعني. انما العجيب في الموضوع ان اللي بيشتغل مين، أو النشاط هنا جاي على مردوده على مين؟ أو طالع منين؟ من ملف الإسكان. المفروض إن ده كان يطلع من ملف التجارة والاقتصاد، واخد بال حضرتك؟ يطلع من حد. طيب إيه، خلينا نشوف من جريدة الشروق. أزمة حادة بين إخوان الداخل والخارج بتشل حركة الجماعة، ومصدر إخواني محمود حسين بيعزل عدد كبير من القيادات بعد بيان الاعتذار وقطعات إخوانية.